السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. هذه الحصة إن شاء الله خاصة بالأنشطة الداعمة، سأكلفكم بإنجازها وسنقوم بتصحيحها الحصة المقبلة إن شاء الله. التمرين الأول، أرسم العقرب المفقود. الساعة الأولى تشير إلى الواحدة تامة، الساعة الثانية تشير إلى الرابعة وخمسة عشر دقيقة، الساعة الثالثة تشير إلى الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة، والساعة الرابعة تشير إلى العاشرة وثلاثون دقيقة. نمر إلى السؤال الثاني، ألاحظ وأكتب التوقيت على الساعة الرقمية. إذا لاحظوا جيدا الساعة العقربية وقوموا بكتابة التوقيت على الساعة الرقمية. إلى الحصة المقبلة، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.